طيب خلونا نروح لحوار مهم جدا عبر زوم. الكل تابع مشهد انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، إنما تظل هناك عدة تساؤلات. كيف تابع، كيف شاهد، كيف ينتظر ميتلاند إمام عاشور؟ معايا في حوار على الهواء مباشرة عبر زوم كارلوس كوادرات، المدرب العام بنادي ميتلاند الدنماركي. اهلا وسهلا بيك، تحياتي ليك وسعداء بوجودك معنا عبر شاشه اون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور الثالثه. That's my pleasure. Thank you for inviting me. شكرا على هذه الدعوه، سعيد بوجودي معك. اهلا وسهلا بيك، وخليني في البدايه اسالك امتى بداتم متابعه امام عاشور؟ Well, the club Midtjylland have a هذا النادي لديه طاقم مستكشفين محترفين جدا يتابعون العديد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وإمام كان واحد من هؤلاء اللاعبين الذي كان النادي يتابعه منذ وقت طويل. تحديدا ما الذي لفت نظر الجهاز الفني في ميتلاند لإمام عاشور وبالتالي اتخذ الخطوات المتعلقة بالحصول على خدماته؟ في الوقت الحالي هو قد أصبح جاهزا للحضور إلى أوروبا، وأظهر مهارات قوية جدا، والطريقة التي يلعب بها في الخطط الهجومية وأسلوبه في الضغط على المنافس واستخلاص الكرة، وبالتالي يمكن جدا لهذا اللاعب أن يلعب كرة هجومية تساعدنا في هذا النوع من طرق لعب كرة القدم. ما هي المميزات تحديدا التي تشعر معها أن هذا اللاعب أصبح جاهزا للعب في أوروبا وللتأقلم وسط الأجواء الأوروبية؟ هل هناك مواصفات بعينها؟ الطريقة التي نلعب بها نحتاج فيها هذه النوعية من اللاعبين، لديه رؤية جيدة في الملعب، تمريراته للأمام دائما، تمريراته هجومية، يستطيع أن يلعب في خط الوسط بطريقة جيدة جدا، كما أنه يتمتع بمهارات في المراوغة أظهرها في الملعب في أكثر من مباراة. أكدت لي أن الحصول على خدمات إمام عاشور أو متابعة إمام عاشور كانت من خلال الكشافين، هل اكتفيتم فقط بآراء الكشافين ولا المتابعة كانت على مدار أكثر من عام؟ كما قلت لك، طاقم المستكشفين في النادي يتابعون العدد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وفي الحقيقة إمام كان واحد من اللاعبين الذين ركزنا معهم والذين حللنا أداءهم وطريقتهم، ورأينا أنه يستطيع أن يساعدنا، وفي الحقيقة إمام يستطيع أن ينهي مباريات، يأتي بمباريات إلى صالح النادي الذي يلعب له، وبالتالي نستطيع أن نحصل على خدماته. مستر كارلس، كيف تقيم مواصفات أو إمكانيات اللاعب المصري من وجهة نظرك، إنجاز التعبير؟ كلنا نعرف أن في أوروبا هناك العديد من اللاعبين المصريين، ولذلك لدينا ذلك الإحساس بأن كرة القدم المصرية تتطور بشكل كبير جدا وأصبحت في تنافسية بشكل كبير، وهناك أمثلة كبيرة للاعبين المصريين، وهناك بالفعل فرص كبيرة للاعبين المصريين ليبرزوا في المنافسات المختلفة في أوروبا، خاصة في الدوريات الهامة مثل الدوري الدنماركي والدوريات الأخرى في أوروبا. كيف كانت المفاوضات مع الزمالك من أجل اللاعب؟ هل استغرقت وقتا طويلا؟ Well, I am only working in
يؤسفني أني لا أستطيع أن أجيب عن هذا، لأنني أركز في عملي الفني، وهذا في الحقيقة عمل طاقم الإداري الذي تعامل مع هذا الموضوع. هناك جزئية متعلقة بمحمد زيدان، وهو أحد نجوم كرة القدم المصرية، واللي كانت بدايته أيضا في ميتلاند الدنماركي. هل استعنتم برأي زيدان فيما يتعلق بمتابعة إمام عاشور أم لا؟ لست أنا شخصيا من فعل هذا، ولكن بالتأكيد محمد زيدان لاعب هام جدا في تاريخ النادي، وهو مصري، وبالتأكيد يعرف اللاعبين المصريين كما أنه جزء من نادي ميتلاند وجزء من الكرة المصرية، وبالتأكيد تم تشاور معه، وفي الحقيقة كان من بإمكانه مساعدتنا في ذلك. هل ترى أن عامل اللغة قد يشكل بعضا من عدم الانسجام في الانطلاقة الأولى لإمام عاشور، أم أن التعامل في هذا الشق تحديدا سيكون بجانب احترافي شديد لتعلم اللاعب للغة والتقرب أكثر لمنظومة الفريق؟ لن تكون هناك مشكلة. نحن نتحدث لغة كرة القدم، وفي الوقت الحالي أنت تعرف أننا نلعب مع العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة بخلفيات مختلفة وبطريقات طرق مختلفة للعب، ولكن الشيء الأهم هو أن كل هؤلاء اللاعبين بخلفياتهم الثقافية واللغوية يساعدون النادي في تحقيق نتائج إيجابية، وأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة أبدا في مسألة التواصل أو اللغة. إمام تم قيده في قائمة الفريق الأوروبية للمشاركة في مباريات الدوري الأوروبي، كيف ترى جاهزية اللاعب واستعداده من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة معكم في المرحلة المقبلة؟ هل سيستغرق الأمر وقتا طويلا أم سيتم بالدفع باللاعب في أقرب مناسبة؟ علينا أن نرى عندما يأتي إلى التدريب، ونحن في الوقت الحالي في انتظار الأعمال الورقية الخاصة بتسجيله، وبعد أن يصل سنتعرف على حالته البدنية والذهنية والفنية، وبالتأكيد وصوله أتى في وقت طيب جدا، وبالتأكيد إذا كان جاهزا فهذا شيء إيجابي جدا بالتأكيد. موعد انتظامه وتواجده مع الفريق من المتوقع يكون إمتى بمشيئة الله؟ سنسافر غدا للبرتغال لإقامة معسكر استعدادا لمواجهتنا أمام سبورتينغ لشبونة، وأعتقد أنه سينضم إلينا هناك، وهذا سيعتمد على الانتهاء من الإجراءات الورقية ربما خلال 4 أو 5 أيام بالتأكيد. هل هناك لاعبين مصريين تحت الأنظار أيضا أم لا؟ هذا السؤال الأخير. نعم، مجموعة المستكشفين في النادي يحافظون على الأسرار بشكل جيد جدا، ولا يريدون أن يفصحوا عن شيء لأنها سوق كبيرة جدا. بتمنى لكم كل التوفيق. إمام من اللاعبين المميزين جدا كانوا عندنا في الدوري المصري، ننتظر إن شاء الله بإذن الله تألقه مع ميتلاند وتكون انطلاقة أوروبية جديدة للاعب المصري المميز. بشكرك شكرا جزيلا مستر كارلس كوادرات. ممتن جدا لهذه الكلمات، وأنا أيضا أتمنى له كل الخير، وأشكر حضرتك على الاستضافة. أشكرك شكرا جزيلا مستر كارلوس كوادرات، المدرب المساعد بنادي ميتلاند الدنماركي. أتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لإمام عاشور فيما هو مقبل.